طبعا احنا امام مشكله، يعني الحقيقه انه هذه الاحزاب الناشئه يعني هي يبدو ان رؤيتها للوضع يعني غير صحيحه. للواقع يقول ان عمليه الاشتراك في الانتخابات هي تجديد للدماء ومن نعم ثم العوده للواجهه. والحقيقه يعني هذه كانت فرصه جديده يعني جيده وجديره لهم بانه يبرزون على الساحه مع غياب التيار الصدري ووجود الاطار فقط المتحكم بالسلطه. كان البساط أخضر لهم يعني على أنه يكونون من ضمن الدماء المتجددة والظهور بواجهة جديدة، كأن يكون التجمع وكأن يكون الائتلاف معا والدخول في قوائم يا أما مترافقة أو متشابهة أو تدعو لجهة واحدة، يعني هكذا كانت تقلق. لكن الحقيقة انسحابهم، والحقيقة يعني خلينا نحكي أكثر شوي، يعني الحقيقة اللي دفع كل الحركات المستقلة نسميها الطرف يعني بين طرفي الإطار والتيار تحديدا، يعني الجزء الثالث نعم المناقض لهم، يعني انسحابهم كان تحديدا بعد انسحاب حركة امتداد، وهي من يعني من سحبت باقي كل الأطراف المدنية لمن يعني هكذا نريد نسميها. وكان الأجدر بصراحة الائتلاف معا وخوض غمار الانتخابات، ولذلك يعني هكذا تقرأ سياسيا على أنهم ذاهبين للاضمحلال والتراجع. والمرحلة القادمة فأما سيكون أمام حقيقة أنه يجب أن يأتلفون مع التيار الصدري للعودة للسلطة، أو التمزق كأن يكون جزء هنا يذهب أو هناك يذهب. نعم الواقع الثاني يقول أن التيار الصدري نعم هو أول المنسحبين، لكنه هو قوة لن تتراجع، لأن جمهوره جاي يزداد بشكل كبير، بل إن أغلب جمهور الإطار المنسحب من الإطار يذهب للتيار لا يذهب للقوى المدنية. طيب فبصراحة يعني فشل مشروع القوى المدنية بالانسحاب يعني خطأ كبير جدا، وهم أول من سيدفع هذا الثمن.